أيها الحبيب الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام أينما كنتم، يتجدد اللقاء بكم مع انطلاقة الشوط 17، الشوط رقم 17 وخاص بفئة الأبكار. ما شاء الله الأعداد يعني ما تقل عن 40 بكرة في كل شوط، في كل شوط يعني هذه الدفعات المستمرة بهذه الأعداد الهائلة التي تشارك في هذا المسار والتحدي. نقترب من الصدارة، المركز الأول الحذرة حمد بن راشد بالعامري اللي بالمركز الأول، والنيادي الله لا شلك يا النيادي، أو من شلك ما يعق إلا وين يسكنوا في ناهل، أظني أنه يسكن في ناهل بالمركز الأول. هذا شعار بن يروان النيادي بالمركز الأول على ظهر سمحة خليفة بن حمد بن محمد بن يروان النيادي. المركز الثاني البلعامري، والمركز الثالث أشوف هني اللي سلهودة العويسي محمد بن حمد العويسي. المركز الرابع هذا شعار بالقوم سالم بن عتيج بالقوم على ظهر نشوة بن دحروي يأتينا على ظهر ظن بالمركز الرابع. والمركز الخامس نشوف هناك أيضا ملفتة علي بن سلمان بن حسن الصابري، ويأتينا أيضا شعار نشوف من اللي ياخذ يعني طريقه الى المركز الثاني، هذه رقم 11 اللي هي هملوله يمعة بن عبيد بن حميدان الفلاسي، وتأتينا غزلان راشد بن سعيد بن مطر بالطبيعه. وهني ايضا الشعار الاخضر، الشعار الاخضر قادم على 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 الشاهينيه حارب بن يمعة بن صبيح الفلاسي. الله خذوهات 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 العملية، الشوط يعني يبغي له متابعة. عطني وبعطيك، عطني مركز وبعطيك مركز، ولكن النيادي لا تعطيهم المركز، لا تعطيهم المركز الأول، برايهم هم بيتبادلون المراكز في الثاني والثالث والرابع مو مشكلة، ولكن النيادي بالمركز الأول على 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 ظهر سمعة. هني أيضا بن صبيح بن صبيح صبح تصبيحة خير ما شاء الله، قدم الشاهينية حارب بن يمعة بن صبيح، والنيادي بن يروان بالمركز الثاني. والمركز الثالث أقول هني تأتي سراب عبد الله بن حمود بن سعيد العويسي، من الجانب الآخر غزر والغفيلي حاضر سعيد بن سالم بن سعيد الغفيلي، وبطبيعة حاضر على ظهر شمعة محمد بن سالم بطبيعة بالمركز الرابع. والمركز الخامس 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 من دحروي منصور بن محمد بن دحروي العامري، وتأتي أيضا تحذير لوهيبي يحذر يحذركم 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 مع تحذير مع تحذير. هذه أسامي المقعودي، هذه أسامي المقعودي، تفجير وتحذير وبلقيس، ولكن نشوف الحارب. يلا يا بن حارب، يلا يا بن حارب، حارب 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 حارب، ولكن الغفيلي الغفيلي يتقدم الآن على ظهر غزر سعيد بن سالم بن سعيد الغفيلي، ولكن بالطبيعة الله شمعة شمعة مشاهدينا الكرام، شمعة اللي انفردت بالمركز الأول وتأتينا بالمركز الثاني. أقول تحذير إبراهيم بالعبد لوهيبي، الله يا لوهيبي ما شاء الله ما شاء الله، سلالة قوية سلالة قوية، من بقيت يعني دور عن السلالة الحين. منو عندنا؟ لوهيبي، وعندنا اللي هو الغفيلي، واللي جاينكم هذا 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 منو؟ أبو محمد أبو محمد بن يولف بن يولف، الله الله الله، يا راعي شديدة يا راعي شديدة يا راعي شديدة، حرك 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 حرك، حار نار حار نار، ولكن راحت 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 اللي هي نقول عنها تحذير تحذير إبراهيم لإبراهيم بن عبد الوهيبي وبن يولف، الله مع شديدة محمد بن مصبح بن يولف، أو تحذير أو تحذير، وراحت راحت تحذير، حذرت حذرت طارت روحت، الله 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 على السرعة، الله على الزين، الله على الجمال، الله على السبوق، السبوق الله يخليها، أظهرت سرعة من اللمة، لو عصاها قوس ماتيها، روحها بالسير مهتمة، هي لي بالوصف نعنيها، زعفران الشام يتشمه، وفرح 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 وفرح، إبراهيم لغفي فرح راعي تحذير، راعي تحذير إبراهيم نعم بالعبد الوهيبي، تانينا من ناموس، المركز الثاني وصلنا راعي اللي هي انتباه ابراهيم الغفيلي، المركز الثالث ظني بالرشيد، والرابع والخامس ما شفناهن، اعذرونا ما نقدر يعني
نعطي حد ونحن ما انتبهنا له، اعذرونا.